أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سفر النجاة وعين الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل الله تعالى أعدائهم أجمعين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الله عز وجل خلق الحياة وخلق الموت وخلق الإنسان، فكلنا خلق الله عز وجل، والإنسان يعيش في هذه الدنيا مفطور على نعمة الحياة التي وهبها الله إليه، ومهما طال عمره فسوف يموت. هذه حقيقة يقر بها الإنسان الديني، ويقر بها الإنسان المادي، ويقر بها الإنسان الملتزم والإنسان الغير ملتزم. كل البشر، كل إنسان عاقل، مهما اختلفت التوجهات التي يتبعها، يقر أن الموت أمر طبيعي للإنسان، أي أن نهاية الإنسان هي الموت، يعني نهاية حياته في هذه الدنيا هي الموت. ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر، ولا أحد أيضا يستطيع أن يتهرب من هذا الأمر، حتى الأنبياء عليهم السلام، يعني حتى لو كان النبي معصوم لا يستطيع أن يتهرب من مسألة الموت. والله عز وجل يقول، بسم الله الرحمن الرحيم: أينما تكونوا، وين ما تكونوا، كنت في الجبل، في الصحراء، في البر، في البحر، يدرككم الموت. وين ما تروح الموت يجي لك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حتى لو كنت في برج مسكر عليك ومأمن لك كل الأمور من مال طعاما وخدما وكل شيء، الموت سوف يأتي إليه. أينما تكونوا يدرككم الموت. هذه حقيقة نعرفها جميعا، ولكننا نغفل عنها أحيانا. الإنسان يغفل عن هذه الحقيقة، بل في كثير من الأحيان لا نحب أن نسمع عن هذا الموضوع، عن موضوع الموت، بحيث أنك لو تكلمت مثلا عن الموت يقال لك يعني اتركنا من هذا الموضوع، أو بعيد من هون، خلينا نحكي بشيء تاني. دائما بعض الأحيان بعض الناس يتهربون من الكلام عن الموت، طارة لعله خوفا من الموضوع أو لعدم دراية، الله يعلم. ولكن بالحقيقة ما من إنسان يعرف متى تنتهي حياته، ما من إنسان غير المعصومين والأولياء يعرف، من الناس العاديين، متى تنتهي حياته. يعني الآن أنا أتكلم على المنبر، هل أضمن أن أنتهي من المحاضرة؟ عليكم السلام. هل أضمن أن أصل إلى وقت الصلاة عليه السلام لنصلي؟ هل أضمن أن
أنتهي من المسجد وأعود إلى البيت قبل الموت؟ هل أضمن ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يقول أني أضمن ذلك. لا يوجد إنسان يستطيع أن يقول أنا أضمن نفسي أنه بعد 10 دقائق ممكن أن أبقى حياً. لا يوجد أحد يضمن ذلك. وينقل أن النبي صلى الله عليه وآله سأل أحد أصحابه ليختبر مستوى الإيمان الموجود لديه. قال له: أنت ما هو مستوى الإيمان لديك؟ قال: أنا كلما خطوت خطوة قلت في نفسي أن هذه آخر خطوة أخطوها. هذه الدرجة، يعني كلما رفع قدمه ليخطو يقول في نفسه: ربما لا أستطيع أن أرفع القدم الثانية وأخطو الخطوة الثانية. لهذه الدرجة والدقة. وهذا فعلا واقع، يعني ليس مبالغة من المتدينين مثلا يصورون الواقع هكذا. حتى الإنسان الغير متدين لا يعرف متى تأتي هذه الساعة التي يعني تنتهي فيها هذه ينتهي فيها من هذه الحياة. نحن ننسى أو نتناسى هذه الحقيقة، يعني أحياناً ننسى وأحياناً لا، نحن نصير نتناسى الأمر. ولعله يعني في خضم نحن هذا النسيان، لعله الكفن الذي سوف نكفن فيه قد انتهى الخياط من صناعته الآن، ولعل التابوت الذي سوف نوضع فيه ونحمل فيه قد انتهى النجار من صنعه الآن ويوضع على جنب حتى يجي وقتنا، حتى يجي وقت الموت. التابوت الذي نحمل فيه، الكفن الذي نلف به، لعله مصنوع وموجود الآن ينتظرنا فقط، ونحن نبتعد وننسى هذه الفكرة. الحياة هذه الحياة بما فيها من زخرف وزينة أحيانا تبعد هذه الفكرة عن عقل الإنسان، وإلا لو استمرت فكرة الموت في حياتنا وفي عقولنا وفي تحركنا لابتعدنا عن الكثير من الأخطاء وعن الكثير من المعاصي. الإنسان لأنه ينسى فكرة الموت، ينسى هذه الحقيقة أنه لا يدري متى يموت، يتصرف بتصرفات خاطئة أحياناً، يتكلم بكلمات خاطئة، يقوم بالمعاصي. هذا لأن الإنسان بطبعه يسبو يبعد، ولكن تصور أنه لو نحن أبقينا فكرة الموت في عقلنا ربما كثير من الكلام لا نتكلم، يعني لا نطلق كثير من الكلمات، لا نتصرف كثير من التصرفات. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اذكر هادم اللذات. فقيل: يا رسول الله، ما هادم اللذات؟ قال: الموت. يعني اذكر دائما الموت، لأن الموت ذكر الموت يبعدكم عليه السلام، يبعدكم عن الأخطاء، يبعدكم عن المعاصي. فالإنسان أيضا الذي يفكر في الموت والذي يفكر في أنه في أي لحظة يمكن أن يترك هذه الدنيا هو إنسان عاقل، إنسان واعي، إنسان مؤمن. أما الإنسان الذي لا ينسى فكرة الموت كليا ويبعده، هذا إنسان مذموم، يعني يذمه الشرع، يذمه العقل، يذمه. فمن الأمور الجيدة أن يبقي الإنسان ذكر الموت. جاء بعض الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقاموا بمدح إنسان ما، أخذوا يمدحوا شخص، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله: كيف ذكر صاحبكم للموت؟ هذا صاحبكم اللي عم تمدحوه، هل يذكر الموت؟ هل يتكلم عن الموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت.
قال نحن ما سمعنا ولا مرة لا بيتكلم عن الموت ولا بيجيب سيرة الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله فإن صاحبكم ليس هنالك، يعني صاحبكم ليس من أهل الفضل وليس من أهل التقوى، ليش؟ لأنه إذا جاي يعلمكم هذا دين وجاي يعلمكم يقربكم من الله عز وجل، كيف لا يذكر الموت وسيرة الموت لكم؟ فإذا رسول الله يريد أن يقول لنا أن الإنسان العاقل، أن الإنسان المؤمن هو دائم الذكر للموت. طبعا الإنسان بطبعه يخاف ويحذر من الأمور التي لا يعرفها. الإنسان الأمور اللي ما بيعرفها بيخاف منها. مثلا نحن لم نجرب كيفية خروج الروح من الجسد، نحن لم نجرب كيفية رجوع الروح إلى الإنسان في القبر، لم نجرب هذا. نحن لم نجرب سؤال منكر ونكير في القبر، هذه الأمور نحن لم نجربها. فالإنسان أمر لا يعرفه ممكن يحذر منه، يحذر لأنه ما بيعرف. والإنسان أيضا لا يحب أن يترك مكانا اعتاد عليه فجأة، يعني مثل الآن يأتي أو تأتي سلطة أو حكومة وتقول لك الآن اترك بيتك. الإنسان لا يحب هذا الأمر بطبعه، أنه يترك البيت، أنه يترك المكان اللي هو الموجود فيه، ليس سهلا، وخصوصا أنه لا يعلم إلى أين يذهب. ممكن يقول له اترك بيتك وروح نعطيك قصر وبساتين ومال وكذا، تترك بيتك وتروح. ولكن إذا ما بتعرف لوين رايح بتلاقيها صعبة. نحن صحيح لم نجرب لا خروج الروح ولم نجرب رجوعها، ولكن يوجد لدينا آيات ويوجد لدينا أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام حول هذا الموضوع، موضوع الموت. المشكلة الموجودة عندنا بكل صراحة أننا تعلمنا أن الموت هو شيء مرعب، هذا ما سمعناه في الدروس الدينية، هذا ما سمعناه على المنبر أحيانا وهكذا، أن الموت شيء مرعب. وببلشوا الكلام عن فيلم رعب، فيلم رعب يعطوه فيلم رعب، أنه بس تموت بيجي الملك وبينزل ضرب فيك بنزلك على القبر بيخطك على راسك بتدوخ وهكذا، فيلم رعب وظلمة القبر وهالأمور وضغطة القبر وخروج الروح كأنه الإنسان عم ينسلخ من جلده، هذا الكلام اللي بنسمعه عن الموت. فطبيعة الحال الإنسان يخاف أصلا، بعد لا يوجد عاقل إذا سمع بهذه الأمور إلا ويخاف. ولكن بالحقيقة هذا غير صحيح. تقول لي هناك آيات روايات تتكلم عن العذاب، نعم، وبنفس الوقت هناك آيات وروايات تتكلم عن الهناء وعن الراحة وعن الطمأنينة عندما يأتي الأمر إلى الموت. فيتضح أن هناك يعني قسمان من الناس، قسم من الناس يمر بالعذاب وقسم من الناس لا يمر بهذا العذاب. ليس كل إنسان ميت يتعذب أو كل إنسان يموت يتعذب أو يمر بهذا الأفعال المرعبة التي تذكر في الكتب حتى عندنا. طيب، أولا لدينا موت الكافر، الإنسان الكافر المعاند، يعني المعاند الذي يعرف الحقيقة ولا يتبعها، مش كل كافر، يعني بعض الكفار ممكن يكونوا لديهم جهل مقصرين مثلا، ما وصلهم الدعوة، ما وصلهم الرسالة، هؤلاء لا يعذبوا على تفصيل. ولكن الكافر المعاند الذي لا يؤمن بالله، الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بأهل البيت صلوات الله عليهم، وهو يعني يعرف الحقيقة، هذا قطعا يتعذب، قطعا يتعذب. القرآن
الكريم يذكر فيه بعض الآيات، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: كيف إذا توفتهم الملائكة، الملائكة يتوفون هذا الإنسان، كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هون مسألة الضرب اللي بتبلش، الضرب على من؟ على كل إنسان يموت. الآية آية أخرى تبين لنا في سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. هون ببين يتوفى من الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذه الآيات التي تتكلم عن الضرب وعن العذاب من قبل الملائكة موجهة لمين؟ للكفار وليس للإنسان المؤمن. لذلك عندما يرى الميت الكافر، الكافر اللي لا يؤمن بالله وبرسوله وبمن نصبهم الله عز وجل وهو معاند في ذلك، يعني يعرف الحقيقة، لما يشوف هذا العذاب ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت، هؤلاء الكفار المعاندين المنافقين، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. بصير شو بده يرجع ليضبط الأمور، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، يأتي الجواب شو؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلص انتهى، نحن أعطيناك فرصة للدنيا وأنت كنت تعرف الحقيقة في الدنيا ولكنك لم تتبع طريق الحق، الآن ينزل العذاب عليك. هذا الإنسان، هذا حال الإنسان الكافر. أما ميتة المؤمن، الإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وآله ويؤمن بأهل البيت عليهم السلام، فمختلفة جدا، لا في عذاب ولا في ضرب ولا حتى بيخلطوا بهذيك الآيات بيجوا بيعمموها على كل الميت. لا، نحن نرى إذا رجعنا إلى الروايات وإلى القرآن، وليست مثلا شو تحليل شخصي، يعني مش رأيي هذا هكذا، هذا كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل البيت، ألا أعرضه لجنابكم. إذا جاءت الملائكة إلى الإنسان المؤمن عندما يموت، هلا ما في مؤمن كمان شو يعني مش عامل ولا غلط، صحيح؟ المؤمن مش معصوم، يخطئ، صحيح؟ ولكن يكون عنده أعمال حسنة، أعمال غير حسنة، الله غفور رحيم، لكن المهم شو اعتقاده صحيح، يعني يؤمن بالله، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، ماشي على الإسلام وهكذا، لكن مش إنه يكون معصوم، مؤمن، كأمثالكم جميعا إن شاء الله. هذا المؤمن لما تجي الملائكة، شو بيصير؟ تأتي الملائكة إليه وتبدأ بالسلام، تقول السلام عليكم، لا بتجي لا بتضربه، لا بتجي بتعرفه، ولا بتجي بتسلم عليه. في سورة النحل الله عز وجل يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. الملائكة بتجي بتقول يا أخوان سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. شوف، لا عذاب، لا ضرب، لا ضرب على الوجوه، لا ضرب على كذا، بيسلم عليهم قلوا تفضلوا على الجنة. طبعا الملائكة ليس ملك الموت، ملك الموت هو المسؤول، هو المسؤول الكبير، أما تحته في ملائكة بيشتغلوا بالقسم عنده بيبعثهم، مش هو بينزل على كل واحد. ملك الموت بينزل على طبعا على العظماء، على رسول الله صلى الله عليه وآله، على أهل البيت، على الأولياء، لكن مش كل إنسان، هذا تشريف أن ينزل ملك الموت. أما الملائكة هؤلاء بيبعثهم، تعالوا بروح بيشتغلوا بيدقوا الأرض، هو بيجوا بيسلموا على الإنسان المؤمن. فالملائكة تأتي وتسلم على الإنسان المحتضر وتجلس بجانبه، تجلس بجانب الإنسان المؤمن بصورة جميلة. هلا احيانا بس نتخيل نحن صورة الموت والانسان المحتضر، شو بيجي قدامنا؟ صورة بيجي قدامنا صورة واحد لابس اسود، طاقية سوداء وحامل
عصاية حديد. ليش؟ لأنه هذه من الأفلام اللي نحضرها من هوليوود وغيره، بيصوروا لنا هاي صورة واحد إنه مرعب، صحيح؟ أو أنا بس بتخيلها هيك ما بعرف. فهيك صورة الميت. أما لا، بالإسلام حسب الروايات حسب الآيات مش هيك، بيجي صورة جميلة، الملك الملائكة بتجي بصورة جميلة، صورة تجذب الإنسان إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أشد شيعتنا لنا حبا، يعني أكثر الناس محبة لي ولأهل بيت عليه السلام، يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتفع به القلوب. شوف هذي شو؟ يعني الإنسان المي، الإنسان اللي بيكون بالشوق مشوق وعطشان، لما يجي يشرب ماء قديش بسرعة بتنزل الماء، قديش بيرتوي بيرتاح. رسول الله يقول خروج النفس المؤمن هيك، خروج النفس، خروج الروح شربة شربة الماء هيك. كيف نحن نقول شربة الماء هيك؟ هيك بيوصفها النبي صلى الله عليه وآله، بكل سهولة تخرج. فالذي يشرب الماء في يوم حار. وبعد أن تسلم الملائكة على المؤمن وتقوم بتبشيره بالجنان، يفرح الإنسان المؤمن بطبيعة الحال أنه يبشر بالجنان، تسلم عليه الملائكة. حديث عن رسول الله يقول: أول ما يبشر به المؤمن روح وريحان وجنة نعيم. وأول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: أبشر ولي الله برضاه والجنة. هذا كلام الملائكة له. شوف احترام، تسليم عليه واحترام له والسلام. يبشرانه بالجنة وينادونه بولي الله. قدمت على خير، قد غفر الله لمن شيعك واستجاب لمن استغفر لك وقبل من شهد لك. يعني حتى هؤلاء المؤمنين اللي اجوا ساعدوا في دفنك وفي تحضير في تحضيرك للقبر، هؤلاء الله عز وجل ايضا يشملهم في هذه الرحمه، رحمه الله عز وجل. يعني ليس فقط بالانسان الميت. ونحن واقعا لو دققنا في النداء الذي يخرج للانسان المؤمن عند موته، لرأينا أن الموت، لحظة الموت، هي لحظة جميلة ولحظة يتوق إليها كل إنسان مؤمن. إذا فقط دققنا إلى الكلمة التي تخرج للإنسان المؤمن، مؤمن يؤمن بالله وبرسوله وبأهل البيت عليه السلام، هذه الكلمة التي تخرج تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كما ورد في القرآن الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوف هذه الكلمة الرائعة واقعة. الله عز وجل يتكلم، يعني يخلق الصوت من خلال الملائكة للإنسان المؤمن، يقول: يا أيتها النفس المطمئنة. مش أنا بدي طمئنك، أنت مطمئنة بنفسك. أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. أنت راضية أيتها النفس بالمكان الذي سوف يعطى لك، أنت راضية بالجنان ومرضية، رضيت الله عز وجل في العمل في هذه الدنيا. ارجع إلى ربك راضية مرضية. هذه العبارة، هذا الكلام الذي ملؤه الاطمئنان والرضا والسكون والسلام، يجعل الإنسان المؤمن يتوق إلى الموت، وخصوصا إن كان هذا الموت في سبيل الرسالة. يعني الإسلام يبدأ حياته مفطورا على الإسلام، يعيش في سبيل الإسلام، وحتى عندما يخرج من هذه الدنيا يخرج وفي قلبه هموم الرسالة الإسلامية.
في سبيل الإسلام، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام عندما قتل، عندما ضرب، ماذا قال؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة. ليش فاز أمير المؤمنين؟ لأنه بدأ حياته في بيت الله، عاش حياته مدافعا عن الإسلام ومات في سبيل الإسلام، هذا فوز. فالإنسان يطوف إلى هذا الموت، إلى الموت الذي يكون الإنسان فيه قد خدم الرسالة الإسلامية في كل حياته حتى في موته، يطوف الإنسان إلى ذلك. بهذا المعنى الذي يتضح لنا الآن أن لحظة الموت هي لحظة سرور، لحظة طمأنينة للإنسان المؤمن، لحظة رضا للإنسان المؤمن، نفهم الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لك بعض الأحاديث القصيرة التي قالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الموت ريحانة المؤمن، تحفة المؤمن الموت، زينة المؤمن، ما يطوف إليه المؤمن هو الموت. الموت غنيمة، الموت كنز للمؤمن، الموت كفارة لكل مسلم. فالإنسان المؤمن إذن يفرح عندما يقترب من الموت، لأنه باقترابه من الموت يقترب من الله عز وجل. إذا إنسان يدعي أنه يحب الله فلا يجب أن يخاف من لقاء الله، من لم يحب لقاء الله، كما ورد في بعض الأحاديث، من لم يحب أن يلقى الله لم يحب الله أن يلقاه. لكن الإنسان اللي يحب أن يلقى الله عز وجل، الله عز وجل يحب أيضا أن يلقاه. فالإنسان المؤمن كلما اقترب إلى الموت، وخصوصا إذا كان هذا الموت هو موت الرسالة، ترى أنه ازداد فرحا وازداد طمأنينة. وهذا ما ورد عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعن أصحابه في ليلة العاشر، أنهم ازدادت ألوانهم إشراقا، ازدادت ألوانهم إشراقا، أشرقت ألوانهم، ابيضت وجوههم، ووجه الحسين أبيض، وأصحاب الحسين ابيضت وجوههم، وكانوا في طمأنينة كامل، يعرفون أنهم هؤلاء يذهبون إلى الشهادة غدا، ولكن يعيشون حالة الفرح. حتى بعض الناس جاءوا وقالوا لبعض الأصحاب أنه أنت الآن تفرح وتعلم أنك سوف تقتل غدا، قال إيه، أنا ذاهب إلى الجنة، ذاهب إلى الله عز وجل، كيف لا أفرح؟ وهذا ما قاله الحسين عليه السلام أيضا، قال لأصحابه صبرا بني الكرام: فما الموت إلا قنطرة. كيف القنطرة اللي تجي على النهر يعبر عليها الإنسان محل محل؟ أعتقد الموت. صبرا بني الكرام: فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ الإنسان العاقل، الإنسان المؤمن، إذا خير أن يبقى في سجن أو يذهب إلى القصر يقول لا، أذهب إلى القصر، أن يبقى في العذاب، أن يبقى في البؤس، أو أن يذهب إلى النعيم، يختار النعيم. هذا كلام الحسين، هذا أسلوب المؤمن الذي يعيش الإسلام في داخله، والذي لا يخاف من الموت. فكما يقال في الحكمة: من خاف من الموت خاف من نفسه. اللي بيخاف من الموت يخاف من نفسه، وإلا ما في شيء بعد يخاف من الموت، إلا إذا هو عرف حاله أنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله، مثلا عنده شك بوحدانية الله والعياذ بالله، أو بولاية رسول الله وأهل البيت، هذا يخاف، حقه أن يخاف. لكن الإنسان الذي لديه عقيدة قوية وصلبة، هذا لا، ما في داعي يعني يخاف.
من خاف من الموت خاف من نفسه. وهذه القصة التي يذكرونها في بعض الأحيان عن نبي الله موسى عليه السلام أنه كان شوء يخاف من الموت، وكان كلما جاء الملك إليه يهرب، كلما جاء ملك الموت إليه يهرب. للأسف بعض الناس يتداول هذه القصة، هذا خطأ، لأنه أصلا حتى النبي ليس له حق أن يرفض الموت. يعني أنت ملك الموت بينزل على النبي بيقول له أنت بدك تموت ولا لا؟ لا مش صحيح. ملك الموت بينزل عنده أمر أقبض هذه الروح، لكن من التشريف لرسول الله ولأهل البيت والأنبياء نعم يستأذن للدخول عليه، يستأذن، ولكن هذه ساعتك الآن خلص ما في بعد تهرب. أنه بعدين قال نزل في قبر، قالوا له أيسنا هالقبر، موسى عليه السلام نزل ودفنوه. هذه لا يصح، يعني هذه فكرة لا تصح عن نبي من أنبياء الله. شو اطمئنان، هذا معصوم، نبي الله موسى معصوم بده يخاف من الموت. فإذا هذه أيضا يعني فكرة غير صحيحة، وحتى غير المعصومين لا يخافون الموت، فكيف المعصوم؟ مثلا ما أجمل تلك الكلمة التي قالها علي الأكبر عليه السلام في كربلاء عندما وصلوا إلى كربلاء، قال للحسين عليه السلام، قال لأبيه يا أبا لسنا على الحق، نحن هذا الأمر الذي نقوم به من وقوف ودفاع هل هو حق؟ قال نعم هذا حق ما نقوم به. قال الحسين عليه السلام نعم، بلى والذي إليه مرجع العباد، يعني ما نقوم به هو الحق، هو الحق، هو الشيء الصحيح، ما نقوم به من الدفاع عن ديننا، من الدفاع عن أعراضنا، من الدفاع عن أنفسنا، هذا هو الحق، هذا ما يريده الله عز وجل. عندها قال علي الأكبر عليه السلام إذا لا نبالي، أو وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هل نحن إذا كنا ما نقوم به هو الحق، وما ندافع عنه هو الحق، وما نمشي خلفه هو الحق، فإذا لا يجب أن نخاف سواء نحن ذهبنا إلى الموت أو جاء الموت إلينا، لا داعي للخوف. فهذا القائد العظيم ربى قائدا، وهذا الشهيد الكبير ربى شهيدا، وهكذا كان الحسين وعلي الأكبر صلوات الله عليهما. إن الموت بالنسبة إلى المؤمن أمر جميل لا مرعب، يطوق إليه ويتمناه الإنسان الحركي، وهو صعب على الكافر المعاند. بالعكس، يعني قديش سهل على المؤمن الموت لكن يصعب على من؟ على الكافر. قيل للإمام الصادق عليه السلام صف لنا الموت، بعض الأصحاب جاءوا إلى الإمام وقال له أنه أنت صف لنا، ما هو الموت؟ كيف هو الموت؟ فقال الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه. كيف العطر اللي بتشمه؟ الريحة الحلوة اللي بتشمها تقول ما شاء الله شو الريحة هكذا. الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس بطيبه. شوف الشاعرية في الكلام، أنه الإنسان المؤمن بشم هالريحة الحلوة ومن جمالها بينعس، بحط رأسه بالطشور يغمض عيونه يرتاح حتى تبقى الريحة بتمه. هكذا الموت، هكذا الموت، صور حالك الموت وردة عم بتشمها وتحط رأسك وتغفل، هكذا الموت للإنسان المؤمن. وينقطع التعب والألم كله لما يجي يشم هذا الريح الطيب وينعس وينام، كل هذا الألم الذي يمر به الإنسان، كل هذا العذاب الذي يمر به ينتهي، يشعر بالراحة، يشعر بالإطمئنان، لأن الإنسان في هذه الحياة معرض للكثير من المشاكل، معرض للكثير من التعب، معرض للكثير من الأذى. كل هذه الأمور يعني تجتمع في قلب الإنسان، يجمعها في قلبه حتى لو لم يتكلم، تجمع في قلبه. متى يرتاح منها؟ عند الموت، عند الموت تخرج. الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه
فينعس بطيبه وينقطع التعب والألم كله. وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد. الإنسان الكافر بتكون صعب على الموت. فقيل للإمام الصادق: فإن قوما يقولون أنه أشد ممن نشر بالمناشير وقرد بالمقاليد. قالوا له بعض الناس عم بيدوروا يقولوا شو إنه الموت مثل واحد تنشب منشار على اتصال، هل هذا صحيح؟ فقال الإمام: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين. يعني هذا العذاب ينزل على الكافرين، أما على الإنسان المؤمن فلا يتعرض إلى هذا النوع من العذاب. طيب، رغم أن الآن بعد ما تبين لنا أن هناك صورة قبيحة للموت وهي موت الكافر وصورة جميلة واقعا للموت وهو موت المؤمن، لكن مع ذلك يبقى في قلب الإنسان نوع من الحذر، يعني نوع من الخوف، نوع من الخوف النسبي. يعني مش يخاف انه يهرب من الموت او ينكر الموت، لا، بس شغله ما بيعرفها طبيعي. يعني احيانا هلا الانسان يقولوا له روح بالنهار على مكان امشي، روح بيمشي. يقولوا له روح بالليل لما تعتم على نفس المحل وامشي محل فاضي، بصير في بقلبه نوع هيك يدق قلبه شوي، هذا النوع مثل الحذر، شغله ما بيعرفه، وهذا شيء طبيعي. ولكن يوجد روايه واقعا جميله. سئل الإمام الصادق عليه السلام: هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ يعني بس يجي الملك بده يقبض روحه للإنسان المؤمن، هل هو بيكره هالشيء الإنسان المؤمن بخاف؟ قال عليه السلام: لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت، يعني بأمر من ملك الموت إن الملائكة لقبض روحه، جزع عند ذلك. ساعتها بيخاف إنه شيء جديد عليه، بيرتعب شوي، جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع. شوف هذا معناه، لا بيجي لا بيضربك ولا بيصفك بوكس ولا شيء، بيقول لك: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم. قديش الأهل عندهم شفقة على أولادهم. يقول ملك الموت: أنا أشفق عليك وأرحم عليك من أهلك من والدك، لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. يعني لو أهلك موجودين الآن ما رح يساعدوك قد ما أنا رح ساعدك. هكذا يقول له: افتح عينيك فانظر. انت خايف مغمض عيونك عم تطلع روحك؟ لا، فتح عيونك وانظر. فعندها يعني يفتح الانسان المؤمن عيناه. فتقول الرواية الموجودة في الكافي عن الامام الصادق: افتح عينيك فانظر. قال: ويمثل له، يعني ملك الموت يمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، فيقال له: هذا رسول الله، وهذا وهؤلاء رفقاؤك. يعني حتى يشوف رسول الله رفقاء من المؤمنين الذين سبقوه في طريق الموت يراهم. فما شيء أحب إليه للمؤمن ساعتها لما يشوف هؤلاء هذه الصورة، فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي. بصير هو بده يركض ليلحق فيهم، هو بيركض حتى يلحق فيهم. هذا حالة الإنسان المؤمن. طبعا الحديث كثيرة بالمعنى وردت عن أمير المؤمنين لصاحبه، قال: يا حارة همدان، من يمت من مؤمن أو مؤمن أو مؤمنة يرني. هؤلاء يعني المؤمن لما ينزل إلى القبر، أهل البيت عليهم السلام رسول الله بيجوا على قبر المؤمن لحتى يخففوا عنه، إذا خايف يخففوا عنه، لأنه تحت عالم مختلف، عالم البرزخ عالم مختلف مثل عالم الدنيا، ولكن عالم مختلف. بيجوا إليه
يعني صورهم تحضر لدي، الله يعلم كيف حسبها. مثل الآن أنت قاعد في البيت وعندك قدامك سكرين كمبيوتر بيطلع عليها الصور، تحت ممكن يجوا صور لأهل البيت عليهم السلام، يعني شيء مش مستبعد. فالإنسان عندها يفرح، الإنسان المؤمن. طبعا بهذه الدنيا الإنسان ممكن يفكر ماذا أنا ممكن أنا هل أموت، عندي أولاد، عندي عائلة، شو بده يصير فيهم؟ الله عز وجل كفيل بهؤلاء. عارف كيف؟ يعني الناس تموت والأهل يعيشون. والإنسان في ذلك العالم عندما يرى هذا الفرح، عندما يرى هذه السعادة، عارف كيف؟ يطمئن، لأنه ساعتها بيعرف فعلا رحمة الله عز وجل، يعرف فعلا عدل الله، يعرف أن الله عز وجل ما بيترك حدا، مثل ما أنه ما تركني أنا لما متت ما حيترك العايشين. طبعا يعني هذا الكلام لا يعني أن نلغي مسألة أنه أن يعيش الإنسان بفرح بهذه الدنيا، يعني مش مثلا نجي نعمل غسيل دماغ عن الموت عن الموت عن الموت، لا، الموت أمر طبيعي لكل الأديان لكل الناس، لكن بنفس الوقت الإنسان يعيش في هذه الدنيا، يعمل في هذه الدنيا. كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. اعمل اشتغل واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني يكون في موازنة بين هالأمور. طبعا الإنسان يحزن يبكي، يعني يشتاق إذا فقد حبيبا إذا فقد عزيزا، هذا أمر إنساني، يعني ما أحد يستطيع أن يعترض عليه. الإنسان ليش تبكي إذا فقدت عزيزا، أو ليش تتأثر إذا فقدت حبيبا، هذا أمر طبيعي للإنسان، للإنسان سواء مؤمن ولا غير مؤمن. ولكن سبحان الله بتشوف أن هذا الحزن بيخف تدريجيا، بيخف تدريجيا عن فقد عزيز أو حبيب، حيث أول لحظات لما يتوفى شخص تجي بعد شوية راح تموت، لكن الله عز وجل من رحمته كذا بصير يخفف هالعذاب، بصير يخفف هالحزن بقلب الإنسان. ولكن حتى مع حزن الإنسان عندما تصل المسألة إلى القول أنه نحن هل نرضى برضا الله عز وجل وعليه السلام أم لا، الإنسان عندها يجب أن يسلم أمره لله. شوف أهل البيت عليهم السلام كانوا قدوة لنا، صحيح أن الله عز وجل نصبهم ليكون قدوة لنا. السيدة زينب صلوات الله عليها هي سيدة المصائب، يعني لم يشهد أحد ما شهدته من مصائب ومن أمور في حياتها. عندما وصلت المسألة إلى التوكل على الله حزنت، بكت على الحسين عليه السلام، لا شك الله يعلم كيف كان حالها عندما يعني رأت جسد أخيها صلى الله عليه. ولكن عندما تكلمت مع الله، عندما ناجت الله، ماذا قالت؟ قالت: أرضيت يا رب، اللهم خذ حتى ترضى. شوف هذا تسليم لله عز وجل رغم الحزن. وأيضا من الأمور التي نستفيدها من سيرة أهل البيت عليهم السلام أنه الإنسان صحيح يحزن صحيح يبكي، ولكن لا بد له من دراسة واقعه الذي يعيش فيه. أحيانا أنت تجلس في بيتك في غرفتك ابكي، لكن أحيانا الموقف لا يتطلب منك بكاء، الموقف لا يتطلب منك إظهار حزن، الموقف لا يتطلب منك أن تجري دمعة. هذا نتعلمه ممن؟ من السيدة زينب عليه السلام. أيضا ابن زياد عندما جاء ليعمل على الناحية النفسية وقال للسيدة زينب عليه السلام: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ بيلعب عليها شو ناحية عاطفية حتى يبكيها، نوع والعياذ بالله من الإذلال لها. كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ بكت؟ لا، قالت: ما رأيت إلا جميلة. هذا موقف نتعلمه من أهل البيت عليه السلام، أن الإنسان في بعض المواقف يجب أن يترك العاطفة جانباً ويتحرك ليستغل المواقف وليستغل هذا الموت، حتى ولو كان موت عزيزاً، موت شخص عزيز عليه، أن يستغل هذا الموت لصالح الحركة الإسلامية. وهذا ما قامت به زينب.
يعني زينب عليه السلام بتحركها بصبرها بجهادها أوصلت إلينا ثورة الحسين عليه السلام. ونحن واقعا يعني كل ما نسأله من الله عز وجل أن يبقينا على خط أهل البيت عليه السلام، لأنه في مشاكلنا في مصائبنا في حياتنا لا نملك قدوة نقتدي بها غير أهل البيت عليه السلام. يعني ما يوجد قدوة أفضل من محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنهي يعني بهذه الرواية الجميلة التي وردت عند الفريقين، وإن شاء الله هي فيها بشرى لكم جميعا، حتى أولا لا نخاف من الموت، وحتى نكون على استعداد للموت، وحتى نطوق إلى تلك اللحظة التي تخرج فيها روحنا من جسدنا، نطوق إليها، لا فقط أنه نكون على استعداد لها، لكن أيضا نطوق إليها، نعشقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له بابين من الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره ملائكة الرحمة. بس يموت ويذهب الناس من عند قبره الملائكة تأتي إليه. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد. هؤلاء من؟ يعني الكفار المعاندين المنافقين، طبعا ليس الكل بشكل عام، يعني ولا نتكلم عن السن الشيعي حتى ما يفهم غلط معنى اللي لا يتبع أهل البيت، يعني لا يتبع الرسول، لا يتبع الله عز وجل المعاند. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم، وأن يجعلنا من المقتدين لهم في حياتهم، أن نعيش أن نحيا محيا محمد وآل محمد، وأن نموت ميتة محمد وآل محمد. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.